أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نصحبكم فيها بآخر ما قالته الصحف والمواقع الإخبارية. نبدأها بالعناوين. موقع إخباري: محكمة أمريكية تقضي بحق 14 يمنيا دخول أمريكا. صحيفة عربية تتحدث عن محافظة صحراوية هرب إليها 10,000 طالب وطالبة من مختلف مناطق اليمن. مجلة أمريكية تقول إن الولايات المتحدة ستعمل على مساندة القوات الحكومية اليمنية. الأخبار الأكثر قراءة: الرئيس الأمريكي يقول للإيرانيين أنا لست طيبا مثل أوباما. والبداية من التقرير الذي أعده موقع الموقع بوست تحت عنوان: الاعتداء على نزلاء السجن المركزي بصنعاء يلقي الضوء على جرائم الميليشيا في السجون. وقال الموقع: ألقت حادثة الاعتداء على نزلاء في السجن المركزي من قبل ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء أولاقت إدانات واسعة، واعتبرت امتدادا لسلسلة الجرائم التي لحقت بعشرات المختطفين في سجونها. وبحسب التقرير فإن المختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية يعيشون أوضاعا صعبة جراء تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي وبقائهم في أماكن احتجاز مكتظة بالمعتقلين، ما أدى إلى وقوع أعمال شغب من وقت لآخر داخل المعتقلات. ويقول منسق فريق هود بإقليم سبأ المحامي سليم علاو للموقع إن المختطفين في السجن المركزي تم احتجازهم دون أوامر قضائية بسبب الرأي أو من جانب سياسي فقط. اعتبر موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية ما يحدث في محافظة إب بأنه حرب صامتة وفوضى أمنية خلفت 60 قتيلا وجريحا في شهر يناير. مصدر أمني قال لمراسل المصدر أونلاين إن محافظة إب سجلت تصاعدا ملحوظا لجرائم القتل خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط فوضى أمنية متزايدة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح منذ منتصف أكتوبر 2014. وأفاد المصدر الأمني أن 34 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون بإصابات مختلفة في نزاعات متعددة شهدتها المحافظة خلال شهر يناير الفائت. وحسب المصدر فقد توزعت الأحداث في عدد من مديريات إب بما فيها عاصمة المحافظة. ويتابع الموقع: شهدت المحافظة جرائم قتل بعضها برصاص ميليشيا الحوثي وصالح وبعضها في اشتباكات مسلحة مدعومة من قيادات حوثية وبعضها تمت بدهس من قبل دوريات الميليشيا وبعضها لا يزال يلفها الغموض ولم تكشف ملابساتها. لن نخون حلم فبراير، تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في المصدر أونلاين. لا أكثر شناعة من خيانة الذات بسبب الخراب. بسبب الخراب الذي أعقب ثورة 2011 سمح بعضنا لنفسه بتلك الخيانة بنوايا حسنة، وهو يحاكم حلمه بينه وبين نفسه. ونحن بين الأنقاض يخطر لبعضنا أنه من اقترف الخراب، ويومئ موافقا على العقاب الذي تلقيناه جميعا، وفي سياق حس ساذج بالعدالة. ولربما كانت خطيئتنا هي في عدم القدرة على توجيه حلم فبراير صوب وجهته النهائية، وكنا كذلك العاشق الذي تلفت في الطريق مترددا فتخطفته المخاوف في الطريق إلى حبيبته التي بقيت تنتظره وشاخت عند الفجر. لم نكن مذنبين في 11 من فبراير 2011، ولو عادت بنا اللحظة سنخرج مجددا ونحلم. لا يمكن أن يكون كل هؤلاء خونة إذ كانوا أبرياء. أردنا إنقاذ بلادنا من الفساد واحتكار الثروة والسلطة والنفوذ، وليس علينا مقايضة الحلم بالشتات ولا إعادة ترتيب المقدمات والنتائج وفقا لخراب كان عقابا ولم يكن نتيجة. لا يمكن لاندفاعة إنسانية تنشد التغيير بالاعتصام والورد والسلمية أن تفضي للعنف، وإن كان شتاتها في الطريق قد أفسح طريقا للجماعات والسلاح وكل هذا الخراب. سمحنا بسرقة الحلم أولها، لكننا لن نسمح لأنفسنا بخيانته،
والذي تبقى لنا من وقت سنمضيه في انتظار اللحظة الملائمة للثورة التي نستعيد بها الحلم المفقود والدولة المسروقة. قال موقع الصهاريج نيوز إن السلطات اليمنية تتخذ التدابير اللازمة في جاهزية موانئ عدن لتأمين وصول البضائع والسلع المستوردة والمساعدات الإغاثية عبر موانئ عدن ونقلها برا إلى مختلف المناطق في أنحاء اليمن. يقول الموقع: التحذيرات التي أطلقها التحالف بشأن استخدام ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ميناء الحديدة لخدمة عملياتهم العسكرية تكشف إجراءات محتملة لمنع دخول السفن التجارية إلى الميناء وتحويل وجهتها إلى عدن. وتابع الموقع إن لقاءات مكثفة أجراها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومسؤولو سلطات النقل للاطلاع على كفاءة وقدرات موانئ عدن وتعزيزها بالتسهيلات الكفيلة لاستقبال وإيصال حاجة اليمنيين من البضائع والسلع والمواد الإغاثية في حال توقف ميناء الحديدة لأسباب عسكرية. يباشر مهندسو وفنيو العمل لإعادة التشغيل ساعة بيج بن بعدن والتي تعد نسخة مصغرة من الساعة اللندنية الشهيرة الموجودة في عدن منذ العام 1890. ووفقا لموقع عدن تايم فإن مدير عام مديرية التواهي أعلن أنه سيتم تنفيذ مشروع إعادة تشغيل ساعة بيج بن عدن بعد استكمال توريد قطع الغيار من شركة ألمانية، بحيث يتم وضع 4 أوجه جديدة رئيسية للساعة وتركيب الأضواء الداخلية وعقارب الساعة وأداة للتحكم وتطوير الهيكل الخارجي لها. يضيف الموقع: الساعة تعد نموذجا مصغرا لساعة بيج بن لندن وهي الوحيدة في العالم إلى جانب أخرى في جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا. انتشرت مؤخرا صورة لواحد من المعامل التابعة لميليشيا الحوثي والتي تتولى تجهيز صور ضحايا الميليشيا التي تدفعهم إلى الموت وتعوضهم بالصور المعلقة فوق المنازل. حول هذه الصور كتب خالد الرويشان: لم تذهلني الصورة، معامل لصور الضحايا شغل ليل نهار، هكذا هي الهمة، يوشك الشعب أن ينقرض وهؤلاء عند الصور. الصورة أهم من الضحية، الأهم هو تعليق الصورة في الشارع. الانتصار ليس مهما، المهم هو الصورة. أحزان الأم والأب والجثمان، كل هذا ليس مهما، المهم تعليق الصورة. هي الدية والوسام والانتصار الواهم. يبدو أن نصف البيوت أصبحت معامل لصور الضحايا. ألسنا في مهرجان الموت الكبير؟ لا يهمهم شيء ولا يحزنون على أحد. الأرجح أنهم يعدون الصور قبل مقتل الضحية. البيوت ممتلئة صورا وبراويز. هذه الجماعة أكبر كارثة في تاريخ اليمن، بل في تاريخ العالم. موقع الوحدوي نت تابع الحركات الاحتجاجية للمواطنين الأمريكيين من أصول يمنية ضد قرارات ترامب، وعنون الموقع: إغلاق مئات المطاعم والمتاجر المملوكة ليمنيين في أمريكا احتجاجا على سياسة ترامب الخاصة بالهجرة. وقال الموقع إن مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك أغلقت أبوابها لساعات، فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالهجرة. وقدر الموقع أن أكثر من 1000 محل تجاري ومطعم أغلقوا أبوابهم في خطوة منسقة بين جماعات مثل شبكة الجالية المسلمة والجالية اليمنية الأمريكية. وجاء الاحتجاج إثر قرار إدارة ترامب فرض حظر دخول لمدة 4 أشهر على السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة ومنع مؤقت لدخول المسافرين من اليمن وسوريا وإيران والعراق وليبيا والسودان والصومال. وفي ذات الموضوع عنون موقع التغيير نت في صفحته الرئيسية: محكمة أمريكية تقضي بقبول 28 يمنيا عالقا في جيبوتي. يقول الموقع:
أمرت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية كاليفورنيا الحكومة الأمريكية بمنح استثناء طارئ ل 28 شخصا من بين أكثر من 200 شخص تقطعت بهم السبل في جيبوتي بعد إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات هجرة لدخول الولايات المتحدة قبيل صدور قرار المنع. وقالت المحامية الأمريكية جولي جولدبرغ إن غالبية الحاصلين على الاستثناء الطارئ يحملون جوازات سفر يمنية وبينهم نساء وأطفال، وأوضحت أنها رفعت يوم الثلاثاء قضية عاجلة نيابة عن هؤلاء ونجحت في الحصول على أمر قضائي. وأضافت المحامية أن موكليها يبحثون حاليا عن خطوط طيران تقبل بنقلهم إلى المطارات الأمريكية، مؤكدة أن عددا من المحامين الأمريكيين تطوعوا بمرافقة المسافرين ليكونوا بمعية كل دفعة تتمكن من السفر محام واحد على الأقل لحظة الوصول إلى مطارات الدخول. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت مجلة أمريكية في أحد تقاريرها الرئيسية إن اليمن ميدان المعركة الأولى المباشرة لترامب ضد إيران. ونشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا توصل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدعم التحالف العربي والحكومة اليمنية. وقال التقرير الذي ترجمته العديد من المواقع الإخبارية بينها يمن مونيتور: بدأ البيت الأبيض بتصعيد الإجراءات ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن، وهي جزء من خطة أوسع لمواجهة طهران من خلال استهداف حلفائها في دول الخليج. وأضافت المجلة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس خطوات أكثر صرامة بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار ونشر مستشارين عسكريين لمساعدة القوات المحلية وفقا لمسؤولين مطلعين على المناقشات. وقال مصدر مستشار لفريق الأمن القومي لترامب: هناك رغبة داخل الإدارة الأمريكية لرؤية انتكاسة للعدوانية الإيرانية في اليمن. صحيفة العربي الجديد عنونت في موضوعاتها عن اليمن: تلاميذ مأرب يتحملون مآسي الحرب والنزوح. وتصف الصحيفة العربية استقبال محافظة مأرب للنازحين من مختلف المحافظات بأنها موجة بدأت قبل أكثر من عامين من محافظة عمران أولا ثم من العاصمة صنعاء. هذا الاستقطاب المتواصل للنازحين فاقم الأعباء التي تواجه المحافظة الصحراوية. مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة الدكتور علي العباب يؤكد أن مكتب التربية والتعليم في مأرب استقبل نحو 10,000 تلميذ وتلميذة نزحوا من محافظات مختلفة. يضيف العباب: جرى دعم مكتب التربية بنحو 140 خيمة فصل دراسي بديل تحتوي على المقاعد الدراسية والطاقة الشمسية والألواح والمراوح الكهربائية. يتابع مدير مكتب التربية: وزعت التجهيزات على المدارس ذات الكثافة من التلاميذ في مناطق النازحين، وجرى افتتاح 10 مدارس للنازحين في مناطق مختلفة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في الشأن اليمني: الحلم بالثراء يشعل حفر الأنفاق تحت صنعاء القديمة. قال الموقع إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية حذرت من خطورة الأنفاق التي يقوم بعض الأهالي بحفرها في صنعاء القديمة على المباني التاريخية داخل المدينة. وذكر مسؤولون في الهيئة أن حفر هذه الأنفاق وراءه هوس البحث عن كنوز قديمة. وأشاروا إلى أن بعض السكان بدأوا الحفر تحت منازلهم ومنازل جيرانهم في محيط الجامع الكبير بصنعاء القديمة بحثا عن الكنوز المزعومة التي تغذيها الشائعات وأحلام الثراء. وأكدت أنها تعمل على حظر حفر الأنفاق وردم القائم منها حفاظا على المباني المدرجة على قائمة التراث العالمي.
يحتفي كثير من العرب بترامب خصوصا في الخليج لأنه يتبنى سياسة حادة إزاء إيران. بالطبع أنتجت سياسات إيران العدوانية في المنطقة كراهية عمياء. هكذا بدأ جمال حسن مقاله عن كابوس شرق أوسطي الرهيب كما وصفه. الطبع العدواني لنظام الملالي ناتج عن عماء الإرادة ذات البعد الشوفيني القومي لماض إمبراطوري بعيد مزين بنغمة الإكليروس الطائفي الديني، حتى أن التشيع تحول إلى جزء من المفهوم القومي الإيراني. لكن ترامب لن يعمل على إزالة النظام الإيراني ولن يدعم الأصوات المنفتحة في إيران والقابلة للعيش في وفاق مع محيطها. إنه لون من الكابوس الشرق أوسطي الرهيب لإشعال فتيل أكثر قوياً ودموية. التدخل الأمريكي في العراق ساهم في دفع الصراعات الطائفية، لطالما ساهمت تلك السياسات في تعزيز التطرف. إنها معادلة متلازمة سيتم استخدام إيران لتمزيق المنطقة، وسيتم استخدام العرب لنفس الأمر. في تصوري أن السياسة الإيرانية أقامتها ذهنية مريضة، موروث الملالية الديني والمرضي والمحصور بغيبيات اليقين، ثم النظرة الطافحة بالحقد على العرب ومصطبغ بكراهية الانتقام من تهديمهم الحضارة الفارسية. عدونا ليس الإيراني كإنسان أو كمجتمع، بل النظام. ثم نحن ندرك أن قطاعاً واسعاً من الإيرانيين واقعون تحت تأثير التعبئة الجمعية. ترامب لن يشعل حرباً مع إيران، ربما يحاصرها أكثر، يقص أذرعهم، ثم ستتخذ المعادلة جهداً تراكمياً سيعود بأثره على العرب أنفسهم. سيتم استنفاذ دول الخليج أيضاً بتلك الحروب، سيتم تحطيمنا بالقاعدة والمنظمات الإرهابية وتفكيك الأنسجة الاجتماعية. العرب فرحون لكنهم سيعيشون نفس المهزلة الدامية، بل هم الجزء الأكثر وضوحاً. إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت بخصوص استمرار حصار تعز، الحوثيون يحتجزون المعونات الإغاثية المخصصة لتعز. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن القوافل الإغاثية المخصصة لمديريات تعز ما زالت محتجزة في ميناء الحديدة وترفض الميليشيا الانقلابية الإفراج عنها. وأضاف فتح أن الميليشيا قامت باحتجاز معونات إغاثية مخصصة لمديرية جبل حبشي والمواسط في نقطة البرح التابعة للميليشيا الانقلابية وترفض الإفراج عنها، مشيرا إلى أن بعض القوافل محتجزة في بعض تلك النقاط منذ شهر ديسمبر الماضي. وأكد وزير الإدارة المحلية أن بعض المعونات الإغاثية محتجزة لأكثر من 3 أشهر في النقاط التابعة للميليشيا الانقلابية على مداخل محافظة تعز، وتقوم الميليشيا بمصادرة عدد كبير منها، مطالبا المنظمات الدولية إدانة مثل هذه الأعمال. صحيفة الإمارات اليوم عنونت في أكثر أخبارها قراءة: ترامب: إيران تلعب بالنار ولن أكون طيبا مثل أوباما. حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، مؤكدا أنه لن يكون طيبا معها مثل الرئيس السابق باراك أوباما. وكتب ترامب على موقع تويتر أن إيران تلعب أيضا بالنار وأنهم لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيبا معهم، أنا لست كذلك. من جهته رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على أن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية، مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب. وأضاف ظريف في التغريدة: نحن نستمد الأمن من شعبنا ولن نبادر بالحرب، لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع. صور الأهل والأصدقاء، تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال في جزء من مقاله: كثيرا ما صرت أضع أمامي صور بعض الأصدقاء والأهل، أتأملها طويلا وأقرأ فيها كلاما راهنا يمتد إلى ذكريات بعيدة جدا، وشيئا فشيئا أخذت أكتشف أن هذا العارض يأتي بقوة الحاجة إلى إعادة تركيب الصور التي تهشمت بفعل الدمار الكبير الذي ضرب بلدنا. خراب المكان وتشظي البشر خلقا حالة ارتجاج في ذاكرة كل سوري،
وجعله يحاول في كل لحظة إعادة بناء صورته بين صورة الآخرين الذين عاش معهم ذات يوم. ربما كان الأمر شيئا من التعويض أو البحث الواهم عن التوازن، فالواقع المخيف دفع الناس إلى أن يلوذوا بالأعماق الصافية. صور كثيرة باقية في طريق الذهاب إلى المدرسة، اللقاءات قرب النهر ونحن نجهز قاربا للعبور إلى الضفة الأخرى، نزولا من قاسيون نحو دمشق، صعودا نحو قلعة حلب أو على طريق الجامعة، مشوار على شاطئ الفرات في دير الزور حيث المقاهي والمقاصف النهرية وكراسي البرد تحت شجر الغرب الذي خصه الشاعر الحمصي عبد الباسط الصوفي بديوان كامل اسمه الغرب، وهو اسم شجر الخابور والفرات الذي يتراوح بين الصفصاف والحور. حين طال غيابي عن سوريا كان حنيني الدائم هو العودة إلى تفقد المكان، بقي حبل سري يشدني إلى الجغرافيا الأولى، كما لو أني أحلق في الفضاء والحبل هو الذي يمنعني من السقوط. بعد شهرين من توقيع اتفاق السلام في كولومبيا، يجتمع مقاتلو القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك استعدادا لتسريحهم نهائيا، وقد قامت المجموعة المتمردة والمكونة من 6300 مقاتل بما أسمته آخر مسيرة عسكرية. نتابع أبرز الصور التي وثقت هذه اللحظات وقد جاءت في شبكة البي بي سي. نتابع. الحرب الكولومبية أصبحت مع مسلحي جماعة فارك أصبحت من الماضي حد تعبير رئيسها، فهل تحدو دول عربية حذوها؟ نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.